اليوم تغطيتنا مختلفة بكل تفاصيلها، تدري ليش؟ بقول لك ليش، لأني أعتقد وبدون مبالغة ما بقى بيت في السعودية ما دخل عطر من عطور دخون الإماراتية، لأن دخون الإماراتية رعاه للنادي الكبير النادي الهلالي، لأن دخون الإماراتية على وشك الفرع 100 حول مدن المملكة، لأن دخون الإماراتية المتجر الإلكتروني الأداء عظيمة. اليوم بنتعرف على دخون الإماراتية خلف الكواليس. حياك الله يا ابو ربيع في الإدارة اللوجستية لدخون الإماراتية اللي تعتبر من أكبر الإدارات اللوجستية للعود والعطور حول العالم. يبارك لك يا ابو عبد الله. ابو عبد الله أنا ملاحظ شيء غريب. حياك الله. في اللوجستيك في قسم لابسين لبس معين وأنت لابس لبس معين اللي وراي لابسين لبس معين. أي وش تقول وما شاء الله تبارك الرحمن صلاتي على النبي. هذه الطبليات تقريبا بس طلبات الصباح، يعني طلبات الأربع ساعة. يقول مثلا أو هذا طلبات بس أربع ساعات، طيب ليش يسوي إعلانات؟ غازي البحر يحب الزيادة. يا سلام. بمختصر المفيد. بيض الله وجهك. الله يزيدك إن شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا إيش أبو عبد الله؟ هذا يا طويل العمر عطر طال انتظاره، له أكثر من 6 شهور من دفع. يا رجل جماعة الخير، سعره 263 ريال. فينا طيب فهو من طيبك يا أبو ناصر. ما دام أنكم طال عمركم تبونا على الأب وشي خصنا حنا يا لبا ورجال، نباكم تطاوعونا ما نباكم تعصون. كم الله 285. هذا رجالي للي يلبسون الثوب والشماغ باستمرار، خطير خطير. صحيح. والله طيب. الآن والله العظيم إني بوديك لسيارتي وبفتح لك التكاية وبتلاقيه موجود فيها. بيض الله وجهك. إيه والله ماني مدري إنه راعي تبوك هذا طيبة، بس هذا عطري أنا الشخصي. هذه الاختيارات اللي اخترتها أنت وبو ناصر، هذا عطر بو ناصر. العطر عبارة عن برقموت اللي هي الحمضيات مع نعناع، شيء جدا جميل. عطر الشيخ زايد أجمل عطر تقدمه هدية رجالية، والتحفة النسائية الجوهرة، هذا حنا نسميه الجوهرة عشان كذا هو منقطع من زمان. كراون بلاك. اي والله طويل العمر سعرها حدود 1000 ريال قبل الخصم، الان ب 299 يا ابو ربيع بقيمه عطر واحد. الثلاثه عطور شامله عينه. تسلم تسلم، وانا اول زبون لهال جاهزه. انت اول علبه لك جاهزه. اي عرض نعلن له عند دخون الاماراتيه بيجيك مع كل عطر عطر مصغر عينه، عشان قبل لا تفتح العطر تجرب العينه فيها 50 بخه، ما جازت لك رجعها لأقرب فرع واخذ فلوسك، ومعها حبة على الخشم. هذه أول باقة للأب وبيأخذها أبو ربيع. حط لي العينات يا حبيبي قبل ما نشوف ربيع طالع. يا رب يا كريم. الله يخليك. حط لي العينات ذي يا حبيبنا. شكرا جزاك الله خير.